بسم الله. جبنة، في جبنة يا ولد ولا باحث؟ تبي؟ الله يلبي لك. جبنة جبنة. يسامحك ولا تسامح على ايش؟ تقول كل شيء كل شيء عليال عليال استراحه، هذه ما في غير عليال. طير شلوى ما لك غير طير شلوى بعدي يا ذي. ايه ما عندي غير انت، وعنده 33 براخي يا براخي. ثم على القام يفز 48 واحد بزانه. انا شفت خالي لقى براخي يا براخي، ها حتى اخوها ما يروح براخي يا براخي. ما له ما عندي غير انت. لو قلت هذولي قال كان الشباب خدمته ما ينفعني غير انت. ثم قلت تطير في العجه. ثم اخر شيء جبت، ثم سالت لك حاجتي بسيطه، قال الله اني والله اني مرسلك اني خابر ما اراك. ثم قطع وجهك. شعورك لو ينكب الحليب عليك. ايه يا عين يا عيني مني على قلب الهوى وجوبي. ويبدو ان معجزته كانت في طول عمره. شباب كرمت في الزاويه ذي اللي عند الرجال. عند الرجال الاسود امراس راس اسلم. يقول لك كان في طول عمره تمر السنين وهو صامد لا يتزحزح، مسجلا نفسه اول اولي العزم من الرسل، ينوع اسلوب دعوته حسب الظروف. قال تعالى: اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اقواهم بمستقبل جميل. قال: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. لكن عنادهم وصلفهم كابروا على نوح ولم يسلموا له. لم يؤمن مع نوح صلى الله عليه وسلم سوى قليلا من الناس، حتى تحدثه الاكثريه قائله: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فآتنا بما تعودنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. صدق الله العظيم. فضاق به قومه وهددوه بالقتل قائلين: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. بل إن في أحد إن إحدى زوجاته وأحد أبنائه خذلاه. ضاقت الأرض بهذا النبي الصابر. لا إله إلا الله. هنا نادى نوح ربه قال: إني مغلوب فانتصر. دعا الجبار سبحانه دعاء مظلوم فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلام. فعشرات السنين بل خمس أكثر مئات السنين وهو يدعوهم ويزيدون عناد يزيدون عناد. فنزل الوحي يأمره بأمر أثار استغراب المؤمنين، بل فجر سخرية الوثنين. طبعا كان قوم كلهم وثنين يصنعون الأصنام. هو بعد أبونا آدم عليه السلام امتدت سلالة آدم، كانوا كلهم على التوحيد والإسلام. فلما بدأت الوثنية في عصر هذه الوثنية ولد طفل اسمه نوح. فكان نوح وهو صغير يمر من عند الاصنام يطلعها، يقول: انتم معكم عقول يا بشر تعبدون اصنام، ويلمسهم قدامهم ما تسوي شيء، لا تمطر لهم ولا. فسبحان الله بعد فتره صارت سريرته نظيفه، فبعثه الله او حائر انزل اليه جبريل وقال: انك نبي. ف طول السنين هو يدعي. فبعدها قرر امره الله ان يبني. ها وين حليب؟ ها حليب حليب. انا سويت لي كوب في قهوه شوي عليها ملحي. فامره الله ان يبني سفينه. اخذ مايك وتعال، اخذ المايك ما بقى شيء.
سرعة ترى باقي على الأذان يا أبو. يلا 50 دقيقة. يلا يلا خلاص ساعة مرة واحدة. أيوة. فأمره الله أن يصنع سفينة ضخمة، لكن نوح لا يسكن أرضا على البحر ولا يعرف كيف تصنع السفن الضخمة، فضحك عليه قومه وسخر وقال إحنا بقوم سفن يوم كتبني سفينة. فصنعها بتوجيه من الوحي الذي سيخبره بتصميمه. قال الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بدأ نوح بتنفيذ الأمر، انطلق هو والغلة المؤمنة معه نحو الغابة، بدأوا بتقطيع الأشجار العملاقة وتجذيبها وإعداد الدسر وهي المسامير الكبيرة. حدد نوح مكان الورشة فحملت تلك الأشياء إليه، فبدأ نوح يصنع السفينة شيئا فشيئا. فكانوا الوثنيون يمرون بنوح وفرق عمل يتأملون فيهم ويضحكون عليهم. بعدها طال عمرك، هذا كتاب جميل يا أخي، يتهمسون يفرون. اكتمل بناء سفينة نوح صلى الله عليه وسلم وسط قهقهات الوثنيين التي آلمت نوح. هذا يوم أمس أقول لكم بعض الكلام يجرح مثل حد السيف، حتى الأنبياء عانوا منه. يعني شف نوح هنا يقول وسط قهقهات الوثنيين التي آلمت نوح ومن معه فلم يطق صبرا، شف، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني شف حرقة نوح لما هم يسخرون منه آلمة، فما بالك هو نبي، فما بالك بشر، حنا بشر، يجيك واحد يقط كلمة ما هي بزينة، ما يدري وش وقعها فيك، يجرحك، يصدك، ممكن أحيانا يصدك عن مستقبل. أنا أذكر مرة والله واحد قط علي كلمة غير فيني أشياء كثيرة. الآن نضج عقلي ما عاد يتأثر فيني الكلام، لكن أذكر مرة قط علي واحد كلمة لدرجة أني الشيء اللي كنت أسويه مع أنه صح خلاص عافته نفسي، كرهته وكرهت هذاك إلى يومكم. يعني شوف سامحته لله، لكن اللي شفته كرهته خلاص، ما عاد أتقبل منه شيء، لأن لسانه لسانه شغال يجرح في هذا ويجرح في هذا ويجرح في هذا تقل سيف. فالكلمة الزينة سبحان الله وفقة من الله. نعم، ما يدرون شو وقعها قلوب الناس. والله يا الكلام إنه نوب أحد من السيف. السيف يقتل، ولكن الكلمة تقتلك يوميا تقتلك لما تتذكرها. أنا أتذكر كلام من 10 سنين كأنها الحين قايلينها لي. فشوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام، كلمة سخر منها قومه تأثر منها. ظل نوح ينتظر بقية الأوامر، وفجأة رأى العلامة، تلبدت السماء بالغيوم، قامت تغيم سماء وتسود من فوق، ثم سبحان الله أرسل الله، أمر الله السحب هذه وأمطرت. واقتربت ساعة الصفر، فجمع نوح أتباعه وأخبرهم بأن موعد الرحلة المخيفة قد حان، فانطلقوا إلى من آمن من أهلهم وأصدقائهم على الفور، وأخبروهم تداعت آلاف الخطوات نحو السفينة، بينما كان نوح وبعض أصحابه يجمعون من كل حيوان من الحيوانات التي حولهم زوجين اثنين لتناسل في تلك الأرض البكر. طبعا سبحان الله لما بدأ الفيضان بدأت سلالة جديدة اللي هي قوم نوح ومن معه، فأمر الله نوح بأن يجمع من كل حيوان زوجين. شوفون كل الحيوانات الموجودة الآن، ترى سبحان الله فضلها لله ثم من نوح. حنا يا البشر ترى حنا من اللي يركبوا المركب، لأن اللي يركبوا المركب كلهم اسلموا، حتى الحيوانات اللي ما ركب كلهم ماتوا، اندثروا تماما. هذا من عذاب الله عليهم. حتى في واحد من أبناء نوح عصى عليه، قال إني بعتصم في هذا الجبل، إني بعتصم في هذا الجبل، عصى أبوه، أبوه نبي ما سمع كلام أبوه. فهذه بعد فيها إن الواحد ما يعصي أبوه ولا أمه. إحنا نستفيد من قصص الأنبياء رسائل لنا كثيرة. فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين
وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سيقة البهائم المتنقى وإدخلت حظيرة أعدت لها داخل السفينة. وهنا أطلق نوحا النداء الأخير للمسافرين فقال قال الله تعالى اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اكتملت أعداد المسافرين وسط اتساع أعين المشركين الذين ابتلعوا ألسنتهم وتلاشت سخريتهم. الدنيا دوارة ولم يبقى سوى زوجة نوح وابنه المعاند. بدأ المشهد مخيفا ومرعبا حين بدأ فوران الماء يزيد والوجوم يكسو وجوه الوثنيين. ارتفع الماء شيئا فشيئا ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة وفجأة اهتز الفلك. ثارت حولها براكين الماء المخيفة. دب الهلع في المكان وتفرق المتفرجون. فروا يبحثون عن ملاذات عن مرتفعات لا يصلها الماء. يهربون هناك ويهربون هناك. ولم تكن الأرض وحدها غاضبة بل حتى السماء ورب السماء غاضب. لا إله إلا الله. يقول لك طفت السفينة العملاقة والوثنيون بعضهم يتسلق شجرة والبعض يتشبث بخشبة وآخرون يركضون نحو الجبال واليائس يحاول ملامسة السفينة التي نعم إيه. يقول لك بعضهم كان يبي يتجود في السفينة وهم أمس يسخرون من نوح لما يبني في السفينة. امتثل النبي الشكور امتلأت السفينة بالركاب وتسبيحهم للجبار. وخلال اصطفاق الموج التفت نوح التفاته خطفت قلبه. فتى منعزل يصعد بصعوبة بسفح الجبل حدق به فإذا هو بفلذة كبده. فاجتاحته عاطفة كالأمواج وقال يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. التفت الفتى ونظر لأبيه وقد أخذته العزة بالإثم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فصاح نوح عليه فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقبل أن يجيب الابن المغرور وارتفع سد هائل بينهما جدار هائل من الموج ابتلع الابن ومضى بين مكان الربان على حافة السفينة يحدق وينتظر رد ابنه التعيس. لكن كل شيء قد اختفى. اختفى الجبل واختفى الابن والكلمات ولم يبقى سوى الحسرات التي مزقت قلب نوح. وقال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. موج هائل ابتلع الابن ومضى فلم يعد نوح يرى ابنه. نزف قلب النبي الحنون الذي استنفد كل طاقته في إقناع هذا الابن العاق الذي هو من بقية الوثنيين. بينما كانت السفينة ترتفع تعلو بالمؤمنين وهم يتمسكون بمقاعدها ذابت الوثنية في مياه الطوفان. لم يعد فوق الماء سوى التوحيش. سبحان الله من رحمة الله ماتوا أهل الشرك ماتوا حتى اللي صنعوا الأصنام والأصنام غرقت ومات كل نعم كل من كان يعبد الصنم ويشرك بالله مات. بقوا أهل التوحيد في هذه السفينة. شوفوا الأمم اللي قبلنا سبحان الله اللي الله يبدل قوم في قوم. يعني بدل علية قوم اللي هم نوح كان من بعد آدم كان كله توحيد إلين جاء الشقي اللي استحدث عبادة الأصنام. جاء إبليس ووسوس فيه قال أباءكم الصالحين وعبادكم الصالحين كيف تتذكرونهم؟ قاعد يوسوس له قال نتذكرهم نقلد أعمالهم. قال لا ليش ما ترسمون لكم تماثيل أصنام تذكركم فيها بس لا تعبدونها. فحبة حبة أشركوا فيها وبدأت الوثنية إلين جاء نوح حاول في قومه سنين. إن الله يمهل ولا يهمل. الله يمهلك يمهلك سنين. كم عاش نوح؟ عاش سنين حتى أنها من أول الرسل في أولي العزم. توفى عمره 950 ممكن 950 حول الألف سنة. لكن عمره يدعو 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 ولا يأس. وكان علية قومي روح العلية قومي ما فاد فيهم. فسبحان الله الله بدل علية القوم وقوتهم وجيوشهم ومكانتهم
وقرب له الفقراء والمساكين أسلموا ركبوا مع السفينة وأنقذ حتى كرمته الحيوانات وبدأوا وبدأ حياة جديدة خالية من الشرك توحيد لله خالصة وبدأت الحياة وبدأت الحياة وبدأت الحياة. هذا دأب الإنسان. بعد فترة سبحان الله أرسل الله الرسل بعد شوفوا رحمة الله من آدم إلى يومكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كم أمة أسلمت وعصت ربها أسلمت وعصت ربها ولا زال ولا زال الله رحيم يرسل الرسل ويرسل الرسل ويبدل أمة بأمة يبدل بأمة بأمة. فهذه حكمة لنا سبحان الله. لو كفرنا بالنعمة لو كفرنا بالنعمة لو قصرنا في الدين الله مو بعاجز انه يبدل قوم في قوم والله يجيب غيرنا بلمح البصر وما هي بصعبة على الله. يقول له يقول كن فيكون كن فيكون يبدل أمة في أمة أنت ما تدرون والله. والنعمة هذه والله أنها زوال أنا ضيق صدري لا شفت النعمة مقطوطة ولا مكشوفة. لازم نحافظ عليها ترى هذا من كفر في النعمة هذا. نعم هذا تترك النعمة كذا مكشوفة ولا تكملها ولا قبل يتهاوشون على قطعة خبز. السلم مليان من جميع الفواكه. فزود النعمة كان يلعبون بالبرتقال كورة. سبحان الله أقدر الرب. ولا كانت تبيك أغنى الدول. كانوا يرسلون الصدقات للخليج. الصدقات ل. نعم. اللي ما يحمد الله على النعم يتزول النعم زوالة. نعم زوالة. الشكر. قيسها بعد على نفسك بعد. قيسها على نفسك مثلا. أنا لا شريت مثلا اكل زائد عنك خذ على قد حاجتك خذ على قد حاجتك خذ طيب فذ يجي يجيعون يطلب فذ معك الاكل فذ معك الاكل احسن النعمه كيف جمعها ها حطها بصحن بلاستيك وقصدير عطها شخص نعم محتاج لهذه الوجبه ما فيها شيء. بعض الناس يقعد في المطعم يخلي الاكل وراه لا خله خذ سفري وده يا اخي تلقى لك حتى لو توديه البيت. بعض المطاعم صراحه والله ما عجبتني هناك عندنا في الجنوب يلا عندهم اطباق اسمها حب النعم يعني انتشر في الظاهره كان مثلا واحد يجي او اثنين من الشباب ياخذون لهم غدا ولا عشاء يطلبون اكثر من حاجتهم دجاج لحم رز سلطات يدامات يعني يطلبون حق عشاء لكن حفظ النعمة ذا يقدم بعض المطاعم أطباق يعني اللي يبقى زي كذا يرفعونه ويبقى نظيف ويعطونك يقولون تأخذه معك أو حنا نتصدق بعلى نيتك. فوالله أنا بالفعل الواحد أنه إذا راح ولا لا تدري إيش اللي يقهر يا أخي بعض المناسبات والعزائم دي إذا مثلا جيت عند نواف ولا عند فارس ولا علي قلت مزارق طيب وكرم والكريم الله سبحانه وتعالى لازم الليلة عشاك ولا غداك ولا وتمم يا طويل العمر راح ذبح 3-4 طليان عرفت واللي بيجون كلهم 6 و7 هذا والله من التبذير يعني صح انك تعز الضيف وتقدره ولكن برضه قدر الله سبحانه وتعالى اللي اكرمك اللي هذا الجود من جود الله سبحانه وتعالى. فاشوف فيه اسراف في بعض الاماكن بعض المناسبات حتى اذا كانت في حفلات بسيطه او مثلا عزائم صغيره او تمايم اختصر يا أخي لأنك مساءل أمام الله سبحانه وتعالى. يعني اللي أحسن منا واللي أطلق منا واللي أفضل منا الأنبياء والرسل ما عاشوا النعمة هذه اللي اللهم لك الحمد اللي ننعم فيها إيه. فبالشكر تدوم النعم نحمد الله ونشكره. وبعضهم فاهم يعني هذا إسراف لا تبالغ مرة ولا تشح مرة يعني لا تكون إيدك مشدودة مرة ولا تكون مبسوطة مرة يعني بعضهم يعطي أكثر من حجم الشخص هذا أو مثلا يكثر في النعمة لا والله إذا رحت عزيمة ولا مثلا عزمت ولا نويت أول شيء اعتبرها خالصة لوجه الله هذا الشيء اللي بتقدمه للضيف هذا أنت تحبه ترى سبحان الله الحب في القلوب ما هو في الأكل ترى ما في حد اليوم الله القدر بالصدر إيه ما هو القدر في الصدر ما هو في الشيء اللي تقدمه. بعضهم يقول لا يعني أخبر فيه سالفة صارت زمان
يقول جاء واحد مسير يعني ما هو ضيف يعني حزة عصر مسيرين يروح يسلم على تعرف أنت زمان يمر اللي فاضي يروح عند جاره ولا قريبه ولا يسلم عليه يتقهوى معه إلى قبل المغرب جاء قال لا والله أن تعشى معي الليلة على الميسور قال المهم حلف عليه تمم له هذا قال طيب الله يجود عليك رجع البيت لقي طويل العمر في ذبيحة من بداية الأسبوع تيس ماخذ تيس العوالة للبيت ثلاجة طبخ منها الجود من ما جود يعني الشغلة ما هي بالأكل والله طبخ وحضره للرجال ذا دنا عليه كان الرجال خذتها العزمة العزة بالإثم قال لي أنت عازمني ويعني أصريت علي في الأخير تقدم لي تيس أو اللي يكون يا أخي إلى فين شوف الجهل إلى فين إلى أستغفر الله العظيم كنا قل دين هذا يا أخي احمد الله الجود من ما جود ومسألة أني أقدم لك لو أجيب لك فنجال شاهي وشابورة تراها نعمة يا أخي ما هو كذا القدر بعدين أنت مسير ما أنت ضيف حقيقي إذا أنت ضيف حقيقي فلا والله أنه يغسل هين ولا اللي بيتأخر في كرامة الرجال ولا فبعضهم سبحان الله يحط على قولتهم في الرز بصل يحط مشاكل في أشياء بسيطة يعترض للمشاكل يعترض للحياة يعترض لل والله جو ذولا يتحكمون عند واحد قال أنا عزمته قلت الجود من ما جود في ثلاجتي اللي موجود والرجال قام يتشرط علينا وشدها على قولتهم شدها قال اللي جو عنده قال ايش حضر لك قال ارحب قال ايوه قال ها الترحيب كرامة مالك شيء توكل على الله الله قال انا ليش انا ما هو انا اللي يقدم لي التيز انا من يا رجال نعمة احمد الله غيرك يا رجال ماتوا شعوب ماتت مجاعة علشان ما يعينون الموية هذه والله انا شد انتباهي فارس امس يوم الشباب يلعبون والله كلمة رن قال يا اخي الموية هذه اللي قاعد يقولها يعني كنصيحة والله انا دندنت في راسي صدق كانوا زمان يتذابحون عليها على الشغلة دي شعوب كاملة قبائل كاملة كانوا يحاربون عشان الموية هذه فاللهم لك الحمد اللي طرانا الواحد لا يصرف في الأكل إذا عزم ولا يحاول إنه يخلي الشيء مختصر خوفا من الله سبحانه وتعالى لأن ما هو أنت الكريم الكريم الله سبحانه وتعالى عرفت أعط الشيء قده الله يجزاكم خير إن شاء الله آمين بعض الأحيان والله مرة يروح زواج والله ما ينساه على صحن الحاجة الخوي يصحون باقي ما في حد ياكلها يعني الزواج كان مختصر ظني رجال ذبح مدري كم صحنيه عليه اثنين هناك صحن عليه واحد ذاك عليه ثلاثه بعضه باقي جديد ما حد ترى دائما عندنا في الدمام حفظ النعمه يمرون الصلاه يعني الله يجزاهم خير من الجمعيات دي اي حلوه والله الموقف اللي يقول بندر قبل شوي انت لا 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 بغيت اقول انهم بس ياخذون الصحون اللي يقول قبل شوي بندر هذا واحد ظروفه ماشي في مديله وجوا عيال عمه اثنين وهو دائما ياخذ من عند واحد اللي يعرفه يفك من اخر الشهر ودق عليه قال تكفى كتاب يلا تكفى عندك ذبايح شيء قال ما عندي الا تيوس تبغى اللي في الابيات وذبح لهم تيس قلطهم يوم قلطهم على التيس قاموا من عنده خلوا عشاء زعلانين اي طلعوا قال جايين ذبحنا تيس قال وش جيتوني وقت غلط وانتم عيال عمي وانتم يعني الضيفه هو غلاكم في الصدر ما في الصحن زعلوا راحوا جاءوا بعدين عند شيخ القبيله قال اول شيء فالله لا يدري على الله ويقول هذا اللي اني جاي لي في اخر الشهر وما عندي ولا ريال لكن رحت سلت الذبيحه في اخر الشهر ولقيت الله واحد يفك لي دائم في الذبايح وقال عندي تيس قلت أنا شيء أنت ما تبي جناب أنت يا العم وصلوا عليهم اللي في المجلس كلهم الشيخ عزرهم قوموا بحق قال ما لكم شيء رد عليهم ما لكم شيء أنت رجع أنت لو فيكم خير تدرون ولد عمكم حالته ما عذروا بن عم وظروفه ماش رحت استأجرته ما رحت له لكن جاي هنا في بيته ظروفه ماش وآخر الليل لا وقت تعبان إيه وما هي بحزة رواتب أقع الرواتب كل أسبوع ولا في النهاية تقولون تذبح النتيف أما لو أنه في ديرته في القرية عندنا ولا أطرف واحد من الجماعة بيفك له لكن في مدينة هذه والله المشكلة ما لها حل هذه بس تقل انتهت الحين ترى إذا الحين نطاعم إيه نطاعم هذه حتى واحد بعد جنت خو
يجوني عيال عمي من راح استاجر ايش جده العش مشوره ما يقول شيء يقول اسالك بالله ما تذبحنا احنا طشنا من اللحم في الديره نبغى مطاعم فخمه نبغى تيكيت حسس ان الحين جده كل ما بشرب ادي مطعم هندي مطعم عراقي مطعم مشويات خلني اعيش من اللحم والله ما لك الحمد الشبك موجود بس اعطي يقول اكرام النفس هواها اعطي واحد على شفته عشان يجيك هنا مره هو مرتاح ايه ما تبش من خلاص بعدين انتهت الذبايح وانتهت مشان خلنا نقهوى عند عليان حي راسك يا عليان شغلنا احلى مقدم حزين تراب مثال بسم الله